جمال الروح يغنيها عن التفكير في من لا يرايها يجعلها في أمان يبعد عنها الأحزان يهديها أيا كان يهديها يجعلها في أمان يبعد عنها الأحزان يهديها أيا كان يهديها فلة 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 في دنيا الحنانات الأحلى فلة 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 بالخير والإحسان أنت الأحلى بعد أن هامت فلة على وجهها في الغابة هرباً من حسد زوجة أبيها وغيرتها وجدت بيتاً صغيراً فدخلت على أمل أن تجد الراحة والسلام فيه ولكن حضورها غير المتوقع أزعج بعض الأقزام وبعد عدة مواقف من سوء الفهم وصل الجميع إلى الوفاق والأمان المنشود وهكذا أصبحت لفلة الجميلة أسرة جديدة هم الأقزام السبعة عملوا بجد يا أصدقاء إنه خبز لذيذ حقا ترى أين هي فلة الآن؟ أعتقد أنها ما تزال نائمة فوق بيت الأقزام السبعة فلة نحن ذاهبون إلى العمل في المنجم ها أنا قادمة وهذا السابع تأخرت عليكم؟ لا عليك صباح الخير يبدو أنني استيقظت متأخرة عليكم هذا الصباح لا تقلقي إن تغيير العادات صعب بل مستحيل تغييرها أعطيها فنجانا من حليب ماعزنا ماذا؟ لا يوجد فيها ماذا؟ لماذا لم تحلبها؟ أعتقد أننا لا نستطيع أن نحلب أكثر فالماعز صغيرة هذا غير مهم سوف أحضر الآن بعض عصير الفواكه إذا احتجت إلى المساعدة أنا جاهز شكرا من الأفضل أن نجلب عنزة ثانية أنا موافق ولكن ليس هذا بسببك كنا نفكر بذلك منذ زمن أجل والآن إلى العمل يا شباب مع السلامة اليوم دور كروش وعرفان في المنجم وماذا عن البقية؟ لدى كل منهم مهمة اليوم أما نحن يجب علينا أن ننظف الغرف ما رأيك؟ أها
الطبخون ليس بالقزم الثرثار، ولكن يجب ألا ننتقد عندما يعد الطعام، لأنه سينزوي زمنا رافضا إعداد أي طعام لنا. أما كروش وعشبون فلا يعجبهما العجب العجاب. حقا؟ هيا بنا، يجب أن نسرع كي نلحق بالآخرين من دون أي تأخير. مرحبا طبخون. أهلا. يصنع لنا أفضل الفطائر، فهي ذات مذاق رائع. واضح. لماذا لا تجربين؟ أسفة. هوني عليك. الحظيرة صغيرة جدا ولا تتسع لكليهما. هدء، وماذا ستفعل إذن؟ حاولت دفع العنزة الجديدة إلى الداخل ولكنها رفضت، وهذه هي المشكلة. إذن أطلب من غضبان بناء حظيرة جديدة للعنزتين. بنيت واحدة من قبل ولكنها لم تعد تتسع لهما. لا تريدين الدخول؟ هيا كوني مهذبة. هل يستطيع هدؤون أن يتفاهم مع الحيوانات؟ لأنه يرعاها ويعتني بها فإنها تفهمه. ولكن يا قزوم، لماذا لم تطعه العنزة عندما طلب منها الدخول إلى الحظيرة؟ هيا هيا إلى الحظيرة. لقد أخافتني. إنه يبحث عن أعشاب طبية وعن فطور صالحة. مرحبا عشبون. أهلا بكم، هذا أنتم؟ عندك أنواع كثيرة من الفطور. نعم، ولكن ليس من السهل على إنسان عادي أن يحدد منها الصالح أم السام. وأي منها سامة؟ حسناً، هذه صالحة وتلك سامة جداً. تلك التي هناك صالحة والتي في جوارها سامة، لذلك نستنتج أن هذه وتلك صالحة وهؤلاء سامات، فهمتي؟ تقريباً فهمت. حسناً، إذن أخبريني ما نوع هذه؟ سامة. سامة؟ لا لا لا، هي صالحة. إنه غضبان دائماً. ماذا تصنع من هذا؟ هل من أجل الحظيرة؟ أنت بارع وماهر، ولذلك ستكون الماعز سعيدة جداً. هل تستخدم كل هذه الأدوات؟ لا تلمسيها. إنها مرتبة بشكل دقيق جدا. إنهم ليسوا وقحين، فقط لا يحبون الإزعاج في أثناء العمل. فهمت. لقد تعبت هذا اليوم. بكم اندهشتم، كل ما ترونه أعدته فلة. إنه وقت الطعام. الآن أدركت أنه ما كان ينقص هذا البيت هو لمسة الحنان. هل أعجبتك المائدة؟ Mm-hmm.
عن كروش وعرفان ألم يأتيها بعد؟ سيبقيان في المنجم ومعهما طعامهما. حسناً. هل تود تناول المزيد؟ فلا لا تنزعجي من سلوك غضبان، إنه طيب القلب. لم أنزعج أبداً، ولكني أعتقد أن وجودي بينكم يزعجه يا قزوم. هذا ليس صحيحاً، أنت مخطئة يا فلا، كلنا سعداء جداً بوجودك. حقاً يا عزيزي؟ بالطبع. تفضل. لا تلتقطيه هكذا. ولكن إنه فظ وقاس، يجب أن يشكرك. انسى ذلك. لكن تعلمنا من عرفان أن نقول شكرا عندما يساعدنا شخص ما. غضبان منهمك في عمله كثيرا، ولابد أنه يريد الانتهاء من الحظيرة بسرعة يا قزوم. إنه متعب جدا. ولكنه أخطأ. هذا ما تبحث عنه؟ هل من خدمة أؤديها فلا شيء يشغلني؟ أعرف أن وصولي غير المتوقع إلى بيتكم هو سبب هذا العمل الإضافي الذي تقومون به. أرجوكم سامحوني، فأنا أنا أشعر أنني المسؤولة عن تعبكم، وأريد أن أساعدكم. اسمح لي أرجوك. شكرا لك. أفضل العمل بمفردي، ولا أحتاج مساعدة من أحد، ومنك بالذات. الفلة متعبة؟ لماذا صعدت إلى غرفتها باكراً؟ ما أعرفه أن هناك شخصاً ما يعاملها على أنها غريبة عنا. هل يسمح لي بالدخول؟ أراك تجلسين وحيدة هنا. لقد علمت بأن غضبان أخطأ بحقك، لأنه يخشى أنك ستغادريننا ذات يوم بعد أن ارتحنا إليك. أغادركم ولا أعود؟ نعم يا ابنتي فلة، لأنك لابد ستعودين إلى قلعة أبيك ذات يوم بعد أن يرجع من حربه التي دامت طويلا. أرجوك يا ابنتي لا تؤاخذيه. إن غضبان لا يحمل في قلبه صفات اسمه الذي حمله غصبا عنه، فهو طيب القلب ورقيق المعشر، لذلك فهو يخشى فراق أصدقائه الذين أحبهم. ولكنه غضبان حساس وقلبه طيب، ويتألم فقط لمجرد تفكيره برحيلك عنه، فقد رحل عنه الكثيرون من أصدقائه بعد أن عاش معهم أياما جميلة وحلوة. لا تؤاخذيه. لا تقلق، لم آتي من أجل الفطيرة أبداً. أريد مساعدتك في أمر مهم يا طبخون، هل يمكن أن تعلمني كيف أحضر طبق غضبان المفضل؟ إنه صعب جداً، إذ يجب أن يطبخ على نار هادئة ويحرك طوال الوقت.
أرجوك أريد تجربة ذلك. ستتعب وتجهد نفسها كثيرا. يا لها من فتاة مجتهدة. فلة، لقد نجحت يا فلة، لذيذة حقا. ما الأمر؟ لقد نجحت، لذيذة لذيذة. شكرا طبخون. فلة هي التي حضرت الحساء وليس طبخون، وكان هذا من أجلك أنت. انسى ذلك، مجرد تفكيره بأن طبخون هو من أعدها فهذا أكبر تحية. إنها طيبة جدا. انتظر لحظة، حان الوقت كي تتوقف عن مثل هذا التصرف معها. هل أنت بخير يا قزوم؟ لقد انتهى غضبان من تلك الحظيرة، تعالوا شاهدوها. صدقيني لا يستحق أن تلقي نظرة على عمله ذلك الأحمق. لم لا أراه؟ أنا لست مزعجة منه.
ماذا تصنع غير الحظيرة؟ لم أرى في حياتي بابا كهذا. قد يكون صندوقا لتخزين الأعشاب. لسنا بحاجة إلى طاولة كبيرة كهذه. إنه سرير من أجل فلة، صحيح؟ غضبان، هذا لطف منك، ولكن كان يجب أن تخبرنا بذلك على الأقل. شكرا لك. هيا بنا. وأخيرا أصبحت فلا سعيدة لأنها وجدت أسرة تهتم بها، فكما جلبت لمنزل الأقزام اللطف والترتيب، حصلت في هذه الغابة على سرير مريح لها تستطيع أن تستريح عليه وتحلم بغد سعيد. بالخير والإحسان.